روايات كثيرة هنا. العلماء اللي ردوا عليه من زمانه إلى زماننا، لأن واجه مخالفة قوية، هذا على خلاف ما استقر عليه المذهب، قالوا إلى أن هذه الروايات كلها تنتهي إلى رجلين اثنين، واحد اسمه أحمد بن محمد السياري، والثاني اسمه علي بن أحمد الكوفي، وهذان الرجلان عند علماء الرجال كذابان ضعيفان متروكا الحديث، ما يقبل حديثهم أصلا، لو يقولوا لنا في مسألة مستحب ما نقبل كلامهم، لأنهما متهمان بالكذب، ضعيفان حديثهما لا يعبأ به، أحدهما متهم بالغلو من الغلاة، فما نعترف بهم حتى في مسألة مستحب، الروح نعترف بهم في مسألة عقائدية قام الدليل والإجماع وآية القرآن على خلاف ما يذهبان إليه، لا نعترف بكلامهم. من ناحية السند هذا السند ساقط، لو فرضنا أيضا هذا السند مو ساقط وفرضنا أنه سند زين ما في مشكلة، إحنا قدامنا أولا القرآن الكريم الذي قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعندنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعندنا من الروايات أساس مذهب التشيع يعتمد على حديث من الأحاديث، هذا الحديث ما هو؟ إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعترتي. فإذا كان الكتاب غير معصوم، إذا كان فيه زيادة، إذا كان فيه نقيصة، كيف يمكن أن لا يضل الناس؟ الشيء الزائد يضل، شيء الناقص أيضا يضل. إحنا لولا أن العترة معصومة ما كنا نتبعهم، ليش؟ لأن من الممكن يجيبوا لنا كلام من هنا وهناك، لابد أن تكون معصومة، فكيف لا يكون القرآن الذي بين أيدينا وهو الثقل الأكبر في بعض الروايات، كيف لا يكون معصوما؟ كيف لا يكون تاما؟ كيف يكون فيه زيادة ونقيصة؟ هذا غير ممكن أبدا. فأولا الرواة الذين رووا هذه الروايات لا يعتمد عليهم، كذبة والضاعون. طبعا المشكلة هنا أن يعني التوجه الأخباري في عنده ليس كالأصوليون، الأصوليون عندهم الأحاديث على أربعة أقسام، حديث إذا بعض رجال السند فيه ضعف خلاص يصفط على جنب، الأخباريون لا أقل بالنسبة إلى أحاديث الكتب الأربعة يقولون كل الكتب الأربعة وما ورد فيها صحيح وتام، ما في حديث غلط ولا في حديث ضعيف، فهنا نتيجي مثل هذه المشاكل وهذه المسائل. زين، لذلك رد على المحدث النوري رحمة الله عليه من قبل علماء كثيرين قدامى ومعاصرين، حتى في زمانه ردوا عليه وصارت ضجة مخالفة إلى هذا الكتاب،